نروح لاخبارنا، نبدا اخبارنا ان شاء الله. اخبارنا طبعا نبدا بالفريق الاول للنادي الاهلي، رينيه فايلر طبعا المدير الفني للفريق الاول، عقد محاضره فنيه للاعبين قبل اطلاق طبعا المران الصباح النهارده اللي تم على ملعب استاد على ملعب التتش بالجزيره. طبعا حرص المدير الفني خلال حديثه مع اللعيبه على توضيح النقاط السلبيه والايجابيه، ودايما المدير الفني بيبقى في محاضره فنيه مش بعد المباراه مباشره لكن تاني يوم المباراه، ده بيشرح فيها للعيبه اللي لعبت وكل الموجودين، بيشرح فيها الايجابيات والسلبيات اللي حصلت في مباراه انبي، على اساسها ان شاء الله الفتره اللي جايه يبقى السلبيات تقل والايجابيات تزيد. وطبعا احنا زي ما احنا عرفنا يعني كان فوز الحمد لله فوز مهم جدا جدا جدا، و كان المحاضرة زي ما قلنا لحضراتكم انها محاضرة على مستوى الفني، وده كان طبعا مباراة كانت ضمن مؤجلات الاسبوع ال 15 من مسابقة الدوري الممتاز، واستأنف في الفريق تدريباته النهاردة الصبح على استاد التتش بالجزيرة من غير طبعا راحة. هي الموضوع ان اللعيبة اللي بلعبت المباراة قبل التمرين بيبقى اجتماع فني لكل اللعيبة، اللعيبة اللي لعبت المباراة بيكون لها تمرين خاص ريكفري، واللعيبة التانية بيكون ليها تدريباتها الاعتيادية قوية بس بالزبط. زي ما انت قلت انه النهاردة كان فعلا مفيش راحة بعد مباراة امبارح. النهاردة فايلر كان حريص جدا انه يعمل تقسيمة قوية للعيبة اللي ما شاركوش في مباراة انبي امبارح. التقسيمة كان فيها حماس، كان فيها أداء جيد لجميع اللعيبة كالعادة. فايلر برضو كان حريص على أنه يوقف التقسيمة أكتر من مرة علشان يشرح بعض الجوانب الفنية والخططية. طبعا يعني فايلر من امبارح تقريبا ما نامش، يعني لا يعني يعني الراجل طبعا تحت ضغوط، هو قادر إن شاء الله يقود مسيرة النادي الأهلي على المستوى المحلي وعلى المستوى الأفريقي بإذن الله. لسه ما أخبرنا طبعا مع المارد الأحمر، نروح لنجم الدفاع اللي يمكن غاب عن مباراة امبارح بسبب الإصابة، النجم ياسر إبراهيم اللي بدأ فعلا التدريبات الجري حوالين الملعب، مرحلة جديدة طبعا ضمن البرنامج التأهيلي اللي بيخضع ليه اللاعب. وزي ما قلنا ان شاء الله باذن الله ياسر لعيب كويس وان شاء الله نشوفه قريب جدا. طبعا دكتور طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل بيتابع اللاعب بشكل مميز جدا، وخضع لبرنامج على مستوى بدني وعلى مستوى العلاج الطبيعي في الجيم. كان احنا عارفين ان ياسر ابراهيم يمكن في احد المباريات الوديه امام الجونه كان اصيب في كاحل القدم، وكانت الاصابه منعته انه يشارك في تدريبات المباشره تاني يوم، لكن الحمد لله بنطمن على ياسر، يعني مكسب كبير طبعا للنادي الاهلي وعنصر مهم جدا ان شاء الله يرجع بالسلامه ان شاء الله. النهارده كمان كان فايلر عمل جلسه طويله جدا مع سيد عبد الحفيظ كابتن سيد مدير الكره بالنادي الاهلي، وده كان على هامش المران زي ما قلنا، مران الفريق اللي اقيم النهارده على ملعب التتش. الحقيقه انه الثنائي كان بيناقش عدد من الامور الاداريه اللي بتخص الفريق وبتخص اللعيبة في الفترة اللي جاية. أكيد طبعا كمان التدريبات ليها شكل خاص لحراس المرمى، حراس المرمى احنا عارفين ما شاء الله محمد الشناوي بيمشي بشكل كويس، وكان علي لطفي موجود ومصطفى شوبير موجود. النهارده كان ميشيل مدرب حراس المرمى من النادي الاهلي قام بتدريب قوي جدا 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 لحراس المرمى للفريق علي لطفي ومصطفى شوبير، والثنائي لطفي وشوبير طبعا ادوا بشكل جيد على التدريبات البدنية والفنية. طبعا يمكن شريف إكرامي ما حضرش النهاردة المران، استأذن من الإدارة الفنية وما قدرش يحضر النهاردة المران، لكن زي ما بقولك كمان جزئية التدريب الحراس المرمى دي جزئية مهمة جدا جدا. يعني احنا عندنا حراس على أعلى مستوى، محمد الشناوي ماشي بشكل كويس جدا، وكمان علي لطفي وموجود إكرامي ومصطفى شوبير عنصر واعد إن شاء الله بإذن الله. دايما حراسة النادي الأهلي على مر العصور بتبقى مميزة جدا على مستوى النادي وعلى مستوى المنتخبات. أكيد احنا لسه مكملين معاكم ومع فايلر، فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم. والحقيقة النهاردة كان برضو في جلسة خاصة ما بينه وما بين الشناوي تحديدا حارس المرمى، كان برضو في ملعب التتش على هامش المران الصباحي للفريق. فايلر أيضا حرص على توجيه بعض التعليمات الفنية ليه بشكل خاص بعد المستوى الجيد اللي ظهر به في مباراة انبي امبارح. بنقول تالي مبروك للنادي الاهلي، مباراه كانت مهمه جدا، مكسب 2-0 مكسب مريح، ان شاء الله اللي جاي يكون افضل بكتير.